هذا يسأل يقول إن أبوه مريض، وأنه استلف سلفة ربوية من أجل علاجه. نقول أخطأت في هذا، الربا لا يجوز للمسلم أنه يأخذه، لا للعلاج ولا غيره، حرام استعمال الربا. فأنت أخطأت في هذا، عليك بالتوبة إلى الله ولا تعود لمثل هذا، والشفاء من الله سبحانه وتعالى، الشفاء من الله، والعلاج إن تيسر فهو مطلوب، وإذا لم يتيسر فعليك بالاعتماد على الله والعلاج المباح. وأما الحرام فلا يجوز استعماله ولا أخذه ولا العلاج به.